شخصيه. تعال نشوف مع بعض بعض الصور. انا معاك، انا مش هختلف معاك على الصور وعلى الاهداف، لكن التوتال بتاع الفريق بتشعر انه فريق تكتيكي جيد. يعني ممكن بيكون في دفوهات واخطاء زي اي فرقه بتحصل، لكنه الاطار العام بتاع ايمن الرمادي انه بيحفظ بشكل كويس وبيخلي فرقته من الناحيه التكتيكيه بشكل جيد. اتفضل. صحيح، ولكن نعم. في بعض اوقات المباراه ونقدر نقول ذهنيا بعض اللعيبه ما بيكونش في كوميونيكيشن يا كابتن ما بينهم من بعض، وشفناها ما بعض من بعض الخطوط، يعني مثلا الاثنين قلوب الدفاع دايما ما فيش ربط ما بينهم ما بين الديفندرات، وده شفناها في اكتر من حال قدامنا الحالات اللي انت جايبها بالظبط. نعم. يعني احنا بنتكلم ده مباراه زد الاخيره. في بعض الاحيان هتلاقي دايما هتلاقي في فجوات. بص يا كابتن احنا نبدا نشوف سيراميكا. نعم سيراميكا طبعا زد امام سيراميكا بالظبط. نعم طيب الكره هنا في نص الملعب، نبدا نبص على الخطوط ما بينهم عامله ازاي. يعني نعم. في فجوات كبيره جدا ما بين اللعيب. يعني لو نمشي الصور نمشي الحالات هتلاقي الكره بتتلعب بكل سهوله يا كابتن. يعني الثلاث لعيبه بتاع زد، شوف ممكن يبدو ان هناك زياده عدديه من لعيبه سيراميكا، ولكن الفجوات والمسافات اللي ما بينهم الكره اتلعبت بكل سهوله. اصبح اللاعب هنا في منطقه الجزاء لفريق طبعا سيراميكا. نقف بقى هنا شويه يا كابتن، الناحيه الثانيه في اقصى اليمين مرتاح مظبوط. يعني مفيش التغطيه، مفيش الرقابه بشكل صحيح، وده يعني ده في الدقيقه 30 انا اعتقد، في الدقيقه 4 والدقيقه 7 في دقائق كثيره من المباراه الاخيره امام زد كان فيها نفس المشاكل. نفس الكلام هنا، دي هجمه ثانيه دايما هنلاقي اللعيبه بتبص على الكوره. طب حد يضغط، حد يقطع كوره، نمسك اللعيبه، لا ما تلاقيش. اتحرك اللاعب في خلف المدافع يا كابتن وخد المساحه والكوره اتلعبت في ظهره واصبح في مواجهه المرمى. هنا الكادر باين شويه. شوف يا كابتن في اربع لعيبه واقفين ورا بعض. نعم. خطوط مفتوحه. شوف برضو الخط الاخير في اثنين على اثنين وقبلهم الثلاثه واقفين، يعني ما فيش يعني في فجوه كبيره جدا. الكوره بتتلعب بكل سهوله في اي تحرك. ده هدف، ده شكل ثاني، ده الهدف الثاني لفريق زد. ده طبعا في الدقيقه 105 في الوقت الاضافي. بس ده نقف. ده منطقي يعني الهدف الثاني يا ابو حميد، اعتقد انه منطقي. فك بقى الفريق فك. لا انت في الدقيقه 105 وقت اضافي وانت محتاج تتعادل، فبتهاجم بكل الخطوط، فاحيانا بيبقى في نوع من انواع الظلم. انا مدرب خسران 1-0 وعايز اتعادل، فبدفع بكل هجوم، بيبقى في نوع شويه من مش عايز اقول الاهمال لكنه المجازفه الهجوميه. ودي النقطه اللي نعم. زي ده مثلا اهو هتلاقي بدايه 120 اهو بدايه اللعبه. صحيح. فالناس كلها جايه متاخره. هم والكره معاهم فرقه خطيره جدا. جدا صحيح. جدا يعني جداً. هم عندهم نعم. قوه هجوميه وشراسه هجوميه قويه. صحيح. صحيح. خاصه في منطقه العمق، يعني كابتن ايمن الرمادي دايما من الناس اللي بتحط الاربعه في منطقه العمق، سواء بقى يعني لو بدا بكره مثلا بجون ابوكا، فخري لقاي هتلاقيه بيخش لجوه، احمد بالحاج بيخش لجوه في العمق، وجندوزي هتلاقيه بيخش لجوه، فهو من الفرق الخطيره جدا والكوره معاهم، اما بدون كوره يعني الحالات اللي موجوده معانا دي بدون هم بدون كوره، انت لو استخلصت الكوره منهم بشكل كويس في وسط الملعب وازاي قدرت تعمل التحولات في ظهرهم، ده اللي هيفرق مع النادي الاهلي. لكن هم والكوره معاهم فريق قوي هجوميا كويس جدا، لكن عندهم مشاكل عندهم مشاكل في حته الارتداد، لان هم فريق كورته حلوه. كل الفرق الفريق كورته حلوه طبعا، يعني هم عندهم لعيبه كوره كتير، فعشان تلاقي واحد فيهم بيدافع بشكل كويس هتلاقي مثلا ابراهيم محمد ده بس هو اللي بيدافع، اما جندوزي قدراته الدفاعيه مثلا مش 8 من 10، احمد بالحاج مش 8 من 10، فخري لقاي كلهم في القدرات الدفاعيه مش عاليه، فهو حاطط ابراهيم محمد هو اللي بيلم وراهم، هو اللي بيقطع السكند بول الكره الثانيه. فهم عندهم مشكله في السكند بول في الاستخلاص الكره الثانيه، لكن على مستوى الارتداد دي نقطه ضعفهم للنادي الاهلي. لازم بكره الجناحين بتوعك يكونوا شغالين بشكل كويس جدا، هم اللي هيقدروا يهاجموا المساحه الخاليه زي ما انت جايبها كده في الصور. صحيح. لكن والكره معاهم لازم تسيطر على وسط الملعب، لازم تضغط بشكل كويس. انت لما بتخسر نص الملعب بتحصل لك مشكله زي ما حصل في مباراه الزمالك في السوبر الافريقي. طبعا. نعم. والتدعيمات اللي عملها كابتن ايمن كانت معظمها في نص الملعب. نعم. حتى انا ازود برضو عمرو قلاده يا ثابت. عمرو قلاوه. عمرو قلاوه سوري. نعم. عمرو قلاوه برضو اضافه كان رايح الزمالك تقريبا. بالظبط. في الميركاتو ده. وادلل برضو على نفس الكلام في حاله حيازه الكوره، وصل الاستحواذ يا كابتن في الموسم الاخير في الدوري ل 54%. معدل التمريرات عندهم
والتمريرات الكثيره للخطوط عالي جدا. هو ده طريقه لعب ايمن. مظبوط. نعم. فحال حاسس الكوره فعلا تحس بالخطوره بحيث بالاستحواذ، ومن من افضل الفرق في الاستحواذ الموسم الماضي، وصل ل 54% استحواذ. نعم. ده بيدلل فعلا ان هم لهم شكل، ليهم شكل، بيلعبوا كوره كويسه جدا، الشورت باصص عندهم كتيره جدا، بيقدروا ان هم يمشوا يفتحوا الخطوط وتزاويد التمرير لبعض بشكل كويس جدا. وكان بيلعبها بصراحه يا صديق ايجولا بشكل ممتاز بدخوله للملعب، حتى مساعدته في البيلد اب. نعم. بشكل كبير جدا. المشكله اللي احنا يعني اثرناها هي طبعا التحولات. نعم. استخلاص الكوره بيخلي الشكل اللي احنا شفناه ده يظهر يا كابتن، يعني تلاقي المساحات اللي عدم الربط. ده فده نقطه محتاجين ان الاهلي يلعب عليها، ونلعب بقى اللعب بتاعنا، اللعب الضغط بتاعنا العالي، استخلاص الكوره. نعم. السريع. هو ده اللي انا كنت بقول لحضرتك ان. نعم. ده اهم عامل في ان احنا نخلص المباراه من بدري. لان السيراميكا بتفضل من بدري بالظبط. نعم. الضغط العالي من بدري، العب لعبه ضغط. نعم. عالي من بدري، استخلاص الكوره، الكاونتر بريسنج اللي دايما يعني شفناها مع مارسيل كولر في اخر سنتين، ان الكوره بتتقطع مننا في نفس اللحظه قدام، بنقدر نستخلصها ونرجع بيها في نفس المكان اللي اتقطعت منه. بنضغط بثلاثه وباربعه، ضغط مزدوج، شفنا كل اشكال الضغط. نعم. العالي مع مارسيل كولر، نتمنى ان احنا نبدا بيه بكل شراسه، وده هيكون عنصر مهم جدا. طيب. من نروح